والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا سحر، ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية. ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشؤون السياسات العلمية ونيكولو أستي رئيس الوفد المفوض لشؤون العلاقات الدولية مع أفريقيا. وخلال اللقاء أكد الملا أهمية توافق التدريب العملي مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة في صناعة البترول والغاز والتحول الطاقي واستدامة الإمدادات، وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، مثمنا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية في مختلف المجالات. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفدا من شركة ميتيرا الكندية للطاقة برئاسة كلايتون ويتس رئيس الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بالإضافة إلى استعراض موقف أعمال الشركة بمناطق امتيازها في كوممبو وسيناء بمصر. وأكد الملا أن الشركة الكندية شريك هام للقطاع من خلال ما تحققه من نتائج أعمال متميزة، خاصة في معادلات حفر الآبار بمناطق امتيازها بالشراكة مع هيئة البترول وشركة جنوب الوادي، مما يعكس رغبة الشركة والتزامها بالعمل في مصر. نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة ندوة بعنوان الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية. وألقى عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كلمة الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة. أكد خلالها التزام الهيئة بتنفيذ دورها في نشر الوعي في مجالي المسؤولية المجتمعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى آليات التمييز الإيجابي للمرأة في القطاع الخاص، مما يعزز في النهاية ربحية وإنتاجية الشركات. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل التاسعة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024. وخلصت الورشة إلى عدد من المقترحات والمطالب الجاري العمل على تفعيلها، وعلى رأسها ضرورة زيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات. كما خلصت الورشة إلى مطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص، ومراجعة جميع التشريعات لتحقيق الاستدامة في السياسات، ومراجعة قوانين الاستثمار لمواجهة البيروقراطية، والتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون ضريبة العقارية. تواصل الدولة جهودها وإجراءاتها المكثفة لسد حاجة المواطنين من جميع السلع الغذائية بجميع المحافظات مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وتأتي على رأس تلك المحافظات محافظة بني سويف، حيث شهدت مخازن السلع التموينية توفر جميع السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية من تلك السلع. جهود متواصلة تبذلها الدولة لضخ كميات كبيرة من السلع التموينية الاستراتيجية والتأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع الأساسية التي تصرف على البطاقات التموينية. وشهدت مخازن السلع التموينية في بني سويف توافر كافة السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية من تلك السلع لتوزيعها على البدالين التموينيين وصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية كل شهر.
توفرت داخل المخازن كافة السلع التموينية من الدقيق والسمن والسلع الإضافية، حيث تتوافر بها آلاف الأطنان من تلك السلع المدعمة التي تضخها الدولة في منافذ البدالين التموينيين لسد احتياجات المواطنين كل شهر. ويتوافر المخزون الاستراتيجي داخل المخازن من 3 إلى 6 أشهر وبكميات كبيرة. واستعداداً لشهر رمضان المبارك، هناك مخزون استراتيجي من كافة السلع في بني سويف، حيث يتم عرض تلك السلع في المنافذ المختلفة وكذلك في معارض أهلاً رمضان بواقع 7 معارض رئيسية بالمراكز 7 و40 معرضاً في القرى بالاشتراك مع الغرفة التجارية، وذلك بأسعار تنافسية. وهكذا تواصل الدولة جهودها في تأمين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية لتزويد منافذ صرف السلع للمواطنين باحتياجاتهم. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، مما يهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.57% ليصل إلى 84.2 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.63% مسجلة 77.67 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.5% لتصل إلى 2.82 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.93% لتسجل 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في يناير الماضي بفضل صعود قوي لكل من الواردات والصادرات. وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري السلعي ارتفع بنقطتين مئويتين ليصل إلى 91.5 مليار دولار، ونمت واردات السلع 8.8 مليار دولار لتصل إلى 265.3 مليار. كما زادت صادرات السلع 7 مليارات مسجلة 173.8 مليار دولار. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الاقتصادية في هذه النشرة، وعودة مرة أخرى لمحمد وسحر لاستكمالها، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.